منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى وفرتها القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية، والتي كان قد أطلق نسختها الأولى بالقاهرة أمس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من المؤسسات العالمية، حيث عكف في جلسات يومها الثاني لفيف من المتخصصين والمهتمين بأنظمتها من القطاع الحكومي والصناعي والمجتمع المدني للوصول إلى فهم موحد فيما يخص البنية التحتية الرقمية حول العالم. هدفنا هو تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي وتسهيلها على جميع الحكومات في العالم. وكان من حظنا الكويس ان في مصر كانت مصر اوريدي خدت خطوات متقدمة في التحول الرقمي. فسنة 22 يعني تراءى للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وبالتعاون مع جي اي زد ان مصر تنضم للمبادرة دي، لان اوريدي كانت مصر مرت بخطوات كويسة. المؤسسات اللي في مصر عشان تقدر ان هي تصدر الاسواق اللي بره محتاجة ان هي يبقى عندها التزام وامتثال بالمعايير والاطر والمحددات اللي مطلوبة مثلا من الجهات اللي بره. احنا شايفين الجيوبوليتكس عامله ازاي، شايفين السايبر ريسكس عامله ازاي، شايفين المخاطر السايبرانيه، يعني شايفين الانفايرمنتال ريسكس او المخاطر البيئيه، تغير المناخ. طبعا احنا خلاص كل اي حد بقى شايف دلوقتي تأثيراته على الفرد ومش بس على الدول. يعني القمة استعرضت رؤى عامة شاملة لممثلي دول العالم المشاركين حول النطاق الواسع لنظام البنية التحتية العامة الرقمية، مسلطة الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تعيد تشكيل مشهد هذه البنية عالميا. As you know, we are one of the technology countries. استفدنا خلال هذه القمة كثيرا من الاهتمام العالمي غير المسبوق بدور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل عالمي مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن والنفاذ الشامل للجميع، ويدرك الدور الاجتماعي الإيجابي للتكنولوجيا في الاقتصاد التزامنا المشترك والمستمر نحو الإدارة المسؤولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساهم في بناء مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة. أعتقد أن توصيات تقرير المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي تمهد الطريق أمام تلك القمة للمضي قدما في إطار عالميا لحوكمة التكنولوجيا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعي والاقتصادي للحد من مخاطرها وضبطها. قمة ذات طبيعة سريعة تستهدف في مجمل فعالياتها تغيير منظومة البنية التحتية لتعظيم دورها في تحقيق التحول الرقمي المنشود على المستويين المحلي والعالمي.